هنتعرض بالتفصيل الى دلوقتي الى الجير بوكس. هو في الاصل لو تشوف الكونتينتس بتاعته او المحتويات بتاعته فهو كونتينر من الكاست ايرن، يعني حيز او صندوق من الكاست ايرن، ده اللي هو اللي احنا بنسميه الفرغة، اللي بيبقى فيه متحمل فيه الاعمدة وفيها التروس. هذا الكونتينر بيبقى من الكاست ايرن او من الكاست ستيل او من مايلد ستيل، ممكن بيتعمل بالسباكة، ممكن بيتعمل برضو باللحام او الفورجينج، وبيحتوي من جواه زي ما قلنا الاعمدة والجيرتينز او مجموعات التروس اللي هي بتستخدم هذه المجموعات ككونفرتر كمحول عشان يحول لي السبيد وتورك، السبيد والتورك الى سبيد وتورك اخرى، يعني بتبقى داخل له انبوت سبيد وتورك وبيخرج سبيد وتورك اخرى بشرط ان حصل ضرب الاثنين ثابت. ليه؟ لان الباور بتاعتنا ثابته في الجير بوكس، يعني الانبوت باور هي تساوي الاوتبوت باور، طبعا نيجلكتنج الايه الفريكشن اللي بيحصل بين التروس. في الديزاين في شويه حاجات بناخدها في الاعتبار. اول حاجه جيرز كان بي ايزلي ريموفد اور ريبليست، يعني احنا بنصمم الجير بوكس لازم نبقى حاطين في اعتبارنا ان في سهوله في عمليه فك التروس وعشان تغييرها، عشان في عمليات الايه الصيانه او لو حصل ايه عطل في الجير بوكس. تاني حاجه لابد ان احنا نضمن ان يكون في نظام تزييد يسمح بان التروس دي تتزيد، طبعا مش التروس بس، التروس والكراسي لابد يكون في نظام تزييد، نضمن نظام تزييد يزيد ايه التروس. طبعا في بعض الجير بوكسات بيبقى زي مثلا في المخرطه بيبقى الجير بوكس بتاع الزيت بتاعنا موجود في قاع الكيسنج او في الكونتينر يعني، وبالتالي بيتم عن طريق التروس وهي بتتحرك بالطرطشه بيتم عمليه الايه التزييد. في البعض الاخر بيبقى فيه نظام تزييد اللي هو ايه ابلكيشن سيستم، بيبقى فيه بامبو وفي مجموعه من المواسير والفلاتر. وبالتالي لابد ان الجير بوكس يكون فيه فتحات لعمليه الفيلنج بالاويل، عمليه ملو الاويل و ملاحظه الليفل بتاعه او المستوى بتاعه، يعني لازم يبقى احنا الجير بوكس واحنا بنعمله يكون فيه فتحات طبعا لملء الزيت، طبعا فتحه للتفريغ عشان عمليه الصيانه وتغيير الزيت اللي هو الاويل تشينج، ويكون فيه كمان مقياس للزيت نقدر نعرف منه مستوى الزيت في الجير بوكس، بشرط ان هو لو حصل نتيجه لاي سبب حصل فيه نقص في الزيت لابد ان يكون ايه نقدر نعرفه عشان نعمل عمليه الايه الاحلال، او نعرف اذا كان في ليكج بيحصل من مكان او اخر نقدر ايه نسيطر عليه. كمان الجير بوكس لو كان حجمه كبير زي في الجير بوكسات بتاعه معدات النقل الثقيله بيبقى الجير بوكس وزنه كبير لابد يكون فيه هوكس او ليفتنج هاندل. الهوكس دي عشان اقدر بيها احطها في وينش واقدر ارفع الجير بوكس او ارفع الغطاء بتاعه او ارفع العمليه بتاعته لما تكون احجامها كبيره وغير قادر او مش من الممكن ان احنا ايه نشيلها بالايد او نرفع الجير بوكس كله بايدينا، فلازم يكون في اماكن تعليق عشان نرفعه بالكرينز او بالاوناش. بالاضافه لكده في بعض الكومبوننتس بتبقى اساسيه موجوده في الجير بوكس اللي هو او في فانكشن اخرى موجوده بيقوم بيها الاجزاء دي، يعني مثلا الهاوزنج او الكيسنج بتاعي ده بيكون فيه اماكن بتاع السبورت بتاع البيرنج، بالاضافه لان وظيفته الاساسيه اللي هو الهولدنج او ان هو بيحتفظ لي باللوبريكانت موجود جوه عشان نمنع اي وجود ديرت او تراب او رست يوصل للايه للزيت، بالاضافه لان الهاوس ده بيبقى فيه الايه ليفل انديكيتور والانسبكشن هولز اللي هي فتحات للمرأة عشان نشوف الزيت منها ونشوف مقياس الزيت فيها. الجير بوكس طبعا بيبقى فيه الاعمده اللي هي شايله التروس، والاعمده دي متثبته في الكراسي.
وبالاضافه لكده كمان لابد ان يكون في مسافات تسمح لي بان الترويس تقوم بحركتها وانها تبقى في مكانها. يعني نضمن مجموعه حاجات في عمليه الماونتنج وعمليه التثبيت. اول حاجه ان التروس الثابته تكون في مكانها ما تتغيرش. المشوار بتاع التروس المتحركه اللي هي الموفابل لابد ان احنا واحنا بنصمم نحافظ على ان هذه التروس تقدر تتحرك المشوار بتاعها دون ان يحصل اعاقه من ايه مجموعات تروس اخرى. وفي كل الاحوال احنا بنحاول برضو نعمل عمليه سايز اوبتمايزيشن، يعني بنعمل عمليه بنخلي الحجم هو الحجم الامثل. يعني مش لازم الاعمده بتاعتي تبقى في مستوى راسي مثلا فوق بعضها او تحت بعضها، ممكن بنعمل بينها شيفت بشرط ان انا اضمن ان او بشرط ان انا اصل الى حد هدف معين عندي، وهو عمليه السايز اوبتمايزيشن، ان هو اخلي الحجم بتاعي اقل ما يمكن. البيزس او الاساسيات بتاع الجي بوكس ديزاين. الديزاين بتاع الجي بوكس بيعتمد على في مجموعه بارامتر اللي هي على اساسها بنعمل عمليه التصميم. طبعا التصميم اساسا بيتم بيزد على او على اساس الايه السترينث بتاع التروس وبتاع الاعمده وبتاع البيرنجز. هنبتدي بكده دلوقتي بالنسبه للتروس. طبعا الاعمده احنا عرفنا تصميم الاعمده، الكراسي عرفنا ازاي عمليه السليكشن بتاع الكراسي وعمليه الماونتنج بتاع كل واحد من دول. احنا دلوقتي بنتكلم على التروس. بالنسبه للتروس فانا عشان اصممها بصممها اول حاجه ايه البارامترز اللي بتلعب لي دور في تصميم الترس. اول حاجه الباور ترانسميتد، يعني ايه قيمه الباور. بالتاكيد ترس هينقل لي 40 حصان غير او مجموعه تروس تنقل 40 حصان باور، قيمتها 40 حصان عند سرعه مثلا 2000، غير مجموعه تروس اخرى هتنقل لي باور 20 حصان عند 2000 ار بي ام. وبالتالي برضو ترس هينقل لي 20 حصان عند 2000 ار بي ام، غير تروس اخرى هتنقل لي 20 هورس باور عند 500 ار بي ام. يعني اذا الباور ده بيلعب لي دور كبير، ومش الباور لوحده، معاه الجير ريشيو بتاعتي اللي انا عايزها. انا عايز اخفض السرعات بتاعتي او ارفع التورك بتاعي او اخفض التورك بتاعي حسب الغرض من الجير بوكس بنسبه قد ايه. وبالتالي فالجير ريشيو برضو دي من الحاجات الاساسيه اللي بتلعب لي دور في عمليه التصميم. الحاجة الثالثة الاكسس بوزيشن، يعني وضع الاكسس بالنسبة لبعضها، لان دي بتأثر لي في قيمة او في اتجاه القوة الناتجة عن التروس عند تعشيقها مع بعض. ولازم اضمن يكون في عندي افيلابل سبيس موجود عندي زي ما قلنا قبل كده عشان يسمح لي بالحركة بتاع التروس المتحركة ان هي تقوم بالغرض بتاعها. يعني برضه نرجع نقول ان ايه ان تصميم التروس بيتم بيزد على السترينث بتاعها، والسترينث انا عندي الفاكتور الاساسي اللي فيها بيبقى الباور مع الار بي ام، يعني التورك والار بي ام المنقوله. طبعا بالاضافه لكده هيخش بقى الفاكتور الثاني اللي هو ايه اللي هو الماتيريال بتاع الترس والشيب بتاعها او السايز بتاعها. النقطة الخامسة فور لو ريدكشن ريشيو. بالنسبة لعمليات الريدكشن ريشيو بمعدلات او بنسب تخفيض مختلفة، فاحنا ممكن نستخدم السنجل ستيج جير بوكس. يعني لو كان عندي نسبة تخفيض صغيرة، انا عايز اخفض مثلا 1 ل 2 1 ل 3 1 ل 4، ممكن استخدم جير ترين واحد بشرط يبقى في انبوت وفي اوتبوت يخرج لي على طول. وفي هذه الحالة بستخدم التروس اما السبير جير او الهيليكال جيرز. وبالنسبة للسبير جير والهيليكال جيرز طبعا معروف ان الاثنين ليهم نفس او ليهم نفس الفانكشن، ليهم نفس الغرض، مع اختلاف واحد ان السبير جير مقدرته لنفس السايز، السبير جير نفس عرض الترس، السبير جير مقدرته على نقل الباور بتبقى اقل شويه من الهيليكال جير، لان الهيليكال جير الطول بتاعها لنفس عرض الترس طول السنه بالنسبه لعرض الترس بيكون اكبر شويه نتيجه انه بيبقى على زاويه في زاويه الهيليكس. ولكن على وجه العموم السبير جير والهيليكال جير ممكن استخدمهم في النقل بين اعمده متوازيه، ولو كانت نسبه ريدكشن صغيره بستخدم السنجل ستيج جير بوكس. مقصود بسنجل ستيج جير
جير بوكس معناها تخفيض السرعه او زياده السرعه او تخفيض التورك او زياده التورك، كله به نفس المعنى على مرحله واحده، بمعنى على مرحله واحده بين عمود والعمود الثاني على طول عن طريق مجموعه واحده من التروس. لو الريدكشن ريشيو دي كبرت بقت كبيره بنستخدم هنا المالتي ستيج. مالتي ستيج معناها ان انا بصل الهدف بتاعي، الهدف بتاعي اللي هو اذا كان تقليل سرعه او زياده سرعه، تقليل تورك او زياده تورك، عن طريق اكتر من مرحله. يعني عن طريق في ترس انبوت، وبعدين في ترانزيانت شافت او ترس وسيط، وبعد يعني وبالتالي فالترس الانبوت شافت يدي الترس الوسيط، الترس الوسيط يدي الاوتبوت شافت، وفي الحاله دي بيبقى مرحلتين او ممكن يكون في اكتر من ترس وسيط. وبالتالي المالتي ستيج او جير بوكس او صناديق التروس متعدده المراحل دي بنستخدمها اذا كانت الريدكشن ريشيو اللي انا عايزها كبيره. يعني مثلا انا عندي مثلا الانبوت بتاعتي مثلا عندي سرعه نفترض 3000 ار بي ام، وانا عايز سرعات في حدود ال 50 وال 60 وال 70، معنى كده ان في نسبه ريدكشن عاليه. يبقى في هذه الحاله لازم اعمل عمليه التخفيض على اكتر من ايه من مرحله. لو نسب الريدكشن عاليه 1 ل 40 1 ل 50 1 ل 60 حاجات الكبيره قوي دي، فاحنا بنستخدم هنا ايه الور جير اللي هو ايه التروس الدوده، زي ما هنشوف الكلام ده ايه بعد كده بالتفصيل. والتروس الدوده دي بتمتاز كمان بان ميزتها انها في خلال التشغيل الصوت بتاعها بيبقى منخفض، وبالتالي دي برضو ايه ميزه من ضمن ميزات الور جيرز. ولكن طبعا تكلفه تصنيع الورم جير والورم جير بتاعتها طبعا اعلى كتير من تصنيع السبير جير، فاحنا بنلجا لها في حالتين. اذا كنا احنا مش عايزين السيستم بتاع الضوضاء بتلعب فيه دور كبير، النويز يعني بيلعب فيه دور كبير، دي اول حاجه. تاني حاجه لما بيكون نسب الريدكشن انا محتاجها عاليه بدرجه كبيره، السكيل بتاع 1 30 1 40 1 50 1 60 1 70، الرينج ده بنستخدم فيه الورم جير درايف. بالنسبه للاعمده المتقاطعه بنستخدم بيفل جير. طبعا دي احنا بس يعني عمليه ايه تجميع للانواع. البيفل جير اللي هي التروس المخروطيه دي بنستخدمها اذا كان في عمليه انترسكشن او في انترسكشن للشافت، او بمعنى ان الاعمده غير متوازيه متقاطعه زي عمودين بينهم 90 درجه او بينهم زاويه ممكن تكون اكبر او اقل من 90 درجه، فبستخدم هنا الايه البيفل ايه جيرز. وطبعا زي ما قلنا قبل كده ان السليكشن بتاع الجير ماتيريال بيبقى بيزد على السترينث بتاع الماتيريال بتاعه التروس. الديترميشن بتاع سنتر ديستانس، عشان ايه سنتر ديستانس ده بيبقى من الافيلابيليتي اوف سبيس، يعني حسب المساحات اللي عندي. وطبعا الهدف دايما بيبقى في الجير بوكسات ان انا بقدر المستطاع يبقى الجير بوكس بتاعي السايز بتاعه صغير او الحجم بتاعه صغير، فكل ما كنت اقدر انا اصغر السبيس بتاعتي اللي هو السنتر لاين بين الاعمده مع بعضها، كل ما كان ده بيبقى التصميم ايه امثل. وبالتالي من ضمن اهدافنا الاساسيه ان انا اوصل لعمليه اوبتمايزيشن للسايز عندي، لان كل ما عملت اوبتمايزيشن سايز كل ما كانت يعني بمعنى اخر الاوبتمايز للسايز معناها السنتر ديستانس بين المحاور بتاعه الاعمده بتبقى اقل. بس نلاحظ ان السنتر ديستانس الاعمده بتاعت اقل معناها التروس اصغر، معناها التورك هيبقى اكبر، معناها ان انا بس لازم استخدم ماتيريال للتروس اعلى من لو كانت السنتر ديستانس ايه كبيره. طبعا بعد كده بنعمل عمليه السليكشن او سليكت سيوتبل بيرنج فروم لود كونديشن ماكسيمم سبيد اند اكسبكتد لايف. طبعا دي طبعا دي احنا اتكلمنا دي عليها بالتفصيل في عمليه تصميم او اختيار السليكشن بتاع البيرنجز. يعني البيرنج عندي هنا طبعا وتقولنا الكلام ده قبل كده بالتفصيل ان البيرنج السليكشن بتاعه بيتم على البيز بتاع الحمل اللي عليه قد ايه والسبيد قد ايه والاسبكتد لايف قد ايه. واحنا قلنا الاسبكتد لايف بتوقف في حدود من 8 الى 10 سنوات. لو شفنا الرسمه اللي قدامنا هون ده
في حاله كونفنشنال جير بوكس، يعني بقى في الكونفنشنال في الحاجات العاديه السبيد تشينج از اوبتيند باي يوزنج سلايدنج كومبوننت جير ترين. السلايدنج كومبوننت جير ترين زي اللي باينه على الشفط اللي عندي. لو ما نبص للجير ترين اللي قدامي دون، ده جير ترين مكون من ثلاث مجموعات من التروس، ثلاثه بيرز، الجير الاولاني جير واحد مع جير اثنين، والبير الثاني يعني لو الترس الاولاني جير واحد مع جي اثنين اللي هو الترس الثاني، لو عشقوا مع بعض هلاقي لو اللي فوق ده كان انبوت واللي تحتاني العمود اللي فوق هو الانبوت الاخضر والعمود الاسود اللي تحت ده هو الاوتبوت، هلاحظ ان انا لو عشقت واحد مع اثنين هيديني سرعه للاوتبوت، طبعا دائما سرعه الانبوت ثابته. لو عشقت 3 مع 4 هيديني السرعه الثانيه زي الوضع اللي هو موجود قدامنا حاليا هم الترسين البيض دول. لو عشقت 5 مع 6 هيديني سرعه ثالثه للعمود التحتاني. يبقى اذا هنا انا بحصل على ثلاث سرعات في وان ستيج في مرحله واحده، لان هنا مرحله على طول بحصل على السرعه النهائيه، بس هنا بحصل على مالتي ريدكشن ريشوز. هنا مش مالتي ستيج، لا ده مالتي ريدكشن ريشوز، يعني جير بوكس بيديني اكتر من سرعه. زي ما احنا شايفين دلوقتي المجموعه اللي قدام دي بتديني ثلاث سرعات، واحد مع اثنين هيديني اول سرعه، ثلاثه مع اربعه هيديني ثاني سرعه، خمسه مع سته هيديني السرعه الثالثه. في هذه الحاله يبقى انا لازم لما يكون واحد مع اثنين متعشق لازم يكون ثلاثه واربعه لوس، يعني ما هماش متعشقين مفكين التعشيقه. لو ثلاثه مع اربعه متعشقين زي الوضع اللي قدامنا دون، هلاقي واحد واثنين وخمسه وسته مش متعشقين. وبنفس الكلام لو المجموعه التحتانيه اللي هي فيها تروس واحد وثلاثه وخمسه واتحركت ناحيه اليمين قوي، والترس خمسه عشق مع ترس سته، الميشنج بقى بين خمسه وسته، لازم يبقى الترسين واحد وثلاثه مش معشقين مع الترسين اثنين وايه واربعه. عشان كده المجموعه التحتانيه دي احنا بنسميها موفابل جير بلوك، اللي هي فيها ترس واحد وثلاثه وخمسه، والمجموعه دي كلها بتتحرك على عمود مخدد اللي احنا بنسميه السبلاين شافت، اللي هو عمود متخلق عليه، ممكن نقول نبسطها زي ما احنا قلنا قبل كده، مجموعه من الخوابير او الكي ويز او مسارات خوابير، اللي هو العمود الايه المخدد، بشرط ان انا ممكن ازحلق عليه في اتجاه اكسيالي، يعني في اتجاه موازي للمحور بتاع العمود بتاع السبلاين شافت، ممكن المجموعه بتاعت التروس واحد وثلاثه وخمسه دي ايه تتحرك عليه. ولكن في هذه الحاله طبعا لازم نبقى عارفين ان التروس 2 و4 و5 دول كيد على الشافت الاخضر الفوقاني اللي هو احنا مثلا معتبره هنا الانبوت شافت. كيد يعني ايه؟ كيد يعني حته واحده معايا، يعني في بينهم خابور بين الجي 2 الترس الثاني مع الشافت بتاعه، او الترس 4 برضه كيد مع الشافت، والترس كمان الترس ايه؟ رقم 6. الارينج بتاع الجير بوكس اللي هو التنظيم بتاعه، لما نبص للترس اللي قدامنا ده هون هنلاحظ بعض الملحوظات. اول حاجه ان هذا الجير بوكس ممكن يديني 3 different speed ratios. طبعا ليه؟ لان لو اعتبرنا ان الانبوت جاي عند الترس عند العمود الاخضر، والاوتبوت هيطلع من العمود الاسود التحتاني اللي فيه السبلاينز البيضه دي، هلاحظ ان جي 2 مع جي 1 هيديني اول سرعه زي ما قلنا قبل كده، و3 مع 4 هيديني السرعه الثانيه اللي هو الوضع اللي قدامي، و5 مع 6 هيديني لو اتعشى 5 مع 6 يعني هيديني ايه ثالث سرعه. يبقى اذا هذه المجموعه هذا الجي 2 هيديني ثلاثه ايه ثلاث سرعات، يبقى 3 different speed ratios can be obtained. دي اول حاجه. تاني حاجه لازم نلاحظ حاجه، ان السنتر ديستانس بين العمودين ثابته، بمعنى ان نص قطر، لو نبص الترسين متعشقين حاليا اللي هو الترس 3 والترس 4 متعشقين، الاحظ ان البيتش ريدياس بتاع الترس 3 والبيتش ريدياس بتاع الترس 4، يعني نص القطر بتاع الترس 3 ونص القطر بتاع الترس 4 مجموعهم الاثنين مع بعض هيديني السنتر ديستانس بين التو شافتس. طيب لو المجموعه الموفابل دين اللي هي التروس 1 و3 و5 لو اتحركت ناحيه الشمال وجيت ترسين البرتقاني 1 و2 عشقوا مع بعض، هيبقى نص القطر بتاع الترس 1 ونص القطر بتاع الترس 2 برضه لازم يكون مساوي السنتر ديستانس. ونفس الكلام هيتقال لو المجموعه الموفابل دي اتحركت ناحيه اليمين خالص و5 اتعشق مع 6.
ملخص هذا الكلام ان السنتر ديستنس بتوين ذا تو شافتس از كونستانت، طبعا ثابته، وبالتالي فهي بتساوي ار 1 زائد ار 2 او ار 3 زائد ار 4 او ار 5 زائد ار 6، يعني بتساوي مجموع نصفي القطرين. طبعا هنا بتكلم على انصاف اكتر، بتكلم على البيتش ريديوس، بتساوي انصاف الاقطار بتاع الترسين متعشقين. اي ترسين هيتعشقوا مع بعض لازم مجموع انصاف اكترهم يكون هو يساوي ايه السنتر ديستنس. وبالتالي في هذه الحاله في كونديشن عندي ار 1 زائد ار 2 تساوي ار 3 زائد ار 4 تساوي ار 5 زائد ار 6. دي الملحوظه الثانيه اللي احنا هناخد بالنا منها، ان السنتر ديستنس ثابت ويساوي ايه مجموع نصفي قطري اي ترسين هيكونوا متعشقين مع بعض. النقطه بعد كده الجيرز 2 و4 و6 ار ماونتد اون ذا فيرست شافت وايل ذا جيرز 1 و3 و5 ار موفابل اكسيالي اون ذا سبلاين شافت. يعني اي ترسين هيعشقوا مع بعض واحد منهم ثابت والتاني متحرك، وبالتالي انا عندي العمود بيبقى عليه تروس ثابته وعمود عليه تروس متحركه، لان تروس المتحركه كلها بتتحرك مع بعضها، وبالتالي التروس 2 و4 و6 دول فيكسد يعني كيت على الشافت الاولاني. اما التروس 1 و3 و5 اللي التروس الموفابل دي بتتحرك على السبلاين شافت اكسيالي، يعني سلايدنج، بتعمل انزلاق على العمود بتاعها اللي هو السبلاين شافت. هنتكلم دلوقتي على انواع التوزيعات اللي ممكن نتعرض ليها في الجير بوكسات، وهنا المقصود بالتوزيع اللي هو انواع الجيربوكسات من حيث قيمه السرعه الداخله الى قيمه او قيم السرعه اللي خارجه. يعني احنا دلوقتي عندنا اكتر من احتمال، يعني مثلا في احتمال اولاني ان ممكن يكون السرعه اللي هتخش اكبر من السرعه او السرعات اللي هتخرج، ده اول احتمال. الاحتمال الثاني ممكن يكون السرعه اللي هتخش اصغر من السرعات اللي هتخرج، ده ثاني احتمال. الاحتمال الثالث ممكن يكون السرعه اللي هتخش ان بتوين بين السرعات اللي هتخرج. يعني الحاله الاولانيه ممكن يكون عندي جير بوكس السرعه الداخله بتاعته 2000 ار بي ام السرعه اللي هتخش، طبعا عند تورك معين يعني باور معينه، والسرعات اللي خارجه هتبقى مثلا في الرينج من 1000 الى 300 ار بي ام، يبقى دي كلها سرعات اقل من السرعه الداخله. الاحتمال الثاني ممكن تكون السرعه اللي هتخش مثلا 1000 ار بي ام والسرعات اللي هتخرج كلها من 1500 ل 2000 او 3000، يبقى كل السرعات اكبر، الاوتبوت اكبر من الانبوت. الحل الوضع الثالث ممكن تكون سرعه تخش 1000 او 1000 مثلا ار بي ام، والسرعات اللي هتخرج هتلاقي فيها مثلا سرعات 2300 وفي سرعات منها مثلا 1600 و 1400، يعني سرعه الانبوت سبيد ان بتوين بين السرعات بتاعه الخروج. دول التوزيعات الثلاث توزيعات اللي عندنا. التوزيع الاولاني اللي احنا بنسميه يونيلاترال ديستريبيوشن، اللي فيه الانبوت بتاعي الانبوت سبيد بتاعتي بتبقى اكبر من الاوتبوت سبيدز او سبيد، يعني السرعه بتاعه الانبوت شافت السرعه بتاعه الدخول اكبر من ايه بتاعه الخروج. ده اللي احنا بنسميه او في البلدي بنسميه او في السوق بيسمى ريدكشن جير بوكس، يعني جير بوكس تخفيض سرعات. العكس بتاع كده يقول لك ايه انكريزنج جير بوكس، يعني معناها ان السرعات اللي خارجه اكبر من السرعات اللي داخله. طيب نشوف دلوقتي اول حاجه لو كان الانبوت سبيد اكبر. الرسم اللي قدامي دون الرسم اللي قدامي دون ده بتوريني تشارت. التشارت دي هنبص نلاقي فيها ثلاث خطوط راسيه وست خطوط افقيه. الثلاث خطوط الراسيه ده كل خط من دول بيمثل لي شافت في الجير بوكس. يعني في عندي اول واحد على الشمال ده كاتب عليه درايفنج شافت، يبقى ده الانبوت شافت بتاع الدرايفر اللي هو يبقى عليه الموتور اللي هيحرك لي هيخش بيه الحركه للجير بوكس. اخر صف او اخر عمود راسي هو الدريفن شافت، ده الاوتبوت هيخرج منه. في الوسط في بينهم خط اللي هو انترميديت شافت اللي هو الخط العمود البسيط. كاتب انا هنا هو على السرعات ست سرعات، سرعه 1 2 3 4 5 6، يبقى دول ست سرعات عندي. سرعه الدخول انا هتخيل ان هي السرعه اللي مكتوب عليها واحد هي اللي فوق خالص، دي اكبر سرعه، وبالتالي يبقى واحد دي اكبر من اثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته. يبقى ده يونيلاترال ديستريبيوشن جير بوكس، يعني سرعه الدخول اكبر من سرعات الخروج. طيب
هذا الجير بوكس اول حاجة ممكن يديني اللاترال سبيد عن طريق الخط الاخضر دون. يعني ايه؟ يعني هحط عليه ترسين، الترسين دول هيدوني هيدوا الانترميديت شافت اللي هو العمود الوسيط سرعة هي نفسها السرعة واحد. معنى كده ان الترسين دول لازم يكون قطرهم متساوي عشان دي نفس السرعة، وهحط عليه ترسين تاني اللي هما هيدوني السرعة 4. يعني معنى كده ان الترسين اللي هما بالخط اللي هما هيتمثلوا بالخط المائل دول هيديني للانترميديت شافت سرعة ان 4، في حين ان 4 دي اقل من ان 1. يبقى ده يبقى بين الترسين بين العمود بين العمودين دول الدرايفنج او الدرايفر والانترميديت في عندي جير ترين مكون من ترسين على الدرايفر وترسين على الدريفن. ترسين على الدرايفر هيعشق مع ترسين على الدريفن، الاثنين متساويين هيديني الخط الفوقاني هيديني السرعه، الانترميديت شافت هيديني السرعه نفسها ان 1 دي حاله، وهيديني سرعه ثانيه ان 4 لو الترسين الثانيين عشقوا مع بعض. وبالتالي مجموعة الترسين دول هلاقي على شفط منهم لازم هتبقى التروس بتاعتي ثابتة، وعلى العمود التاني على الشفط التاني التروس بتاعتي هتبقى موفابل متحركة اكسيالي او سلايدنج في الاتجاه بتاع الاكس بتاع الايه العمود. هل السلايدنج يبقى على الدرايفر او على الدريفن؟ دي ايه هنشوفها بعد كده. طيب دلوقتي اصبح انا دلوقتي عن طريق مجموعة التروس دي دلوقتي الانترميديت شفط ممكن اخده اخد عليه سرعتين اللي هي السرعه 1 والسرعه 4. السرعه 1 والسرعه 4 دول ممكن عن طريق مجموعه اخرى من التروس كل واحده منها هتديني سرعتين. يعني لو العمود انترميديت شاف ده بيتحرك بالسرعه ان 1 عن طريق مجموعه التروس الثانيه اللي هتبقى بين الانترميديت شافت والدريفن شافت هتديني السرعة واحد دي لما تبقى عند الانترميديت هتديني سرعتين على الدريفن شافت هما السرعتين 2 و3، والسرعه ان 4 لو الانترميديت شافت اتعشق بينه وبين الدرايفر بشرط يتحرك بسرعه ان 4 وبعد كده عشقه ممكن عشقه مع بين الانترميديت وبين الدريفن هيديني سرعه من 2 اما السرعه 5 واما السرعه 6. معنى كده اصبح عندي هذا جير بوكس سرعه الدخول بتاعته هي ان 1 وسرعه الخروج بتاعته او سرعات الخروج بتاعته هي ان 2 وان 3 وان 5 وان 6. ان 2 و3 و5 و6 دول اقل من سرعه من الان 1 يبقى ده اذا ايه يوني لاترال جير بوكس. اهو ان 1 اهو اكبر من ان 2 لان 6، يعني اي سرعه من ان 2 لان 6 مالها اصغر من الان 1. دي اول حاجه، دي اهم الخصائص. ان 1 ده الانبوت سبيد، ان 1 لغايه 4 ان 1 و4 سبيس اوف انترميديت شافت الان 1 والان 4 دول السرعتين بتوع الانترميديت شافت. طبعا دي اوبتين باي تو سيت اوف جيرز، يعني في جير ترين هنا مكون من ترسين مع ترسين. ان 2 وان 3 وان 5 وان 6 دي الاوتبوت ايه سبيدز. مثل هذا الجير بوكس بيسمى يونيلاترال. ليه يونيلاترال؟ لان سرعه الدخول بتاعته اكبر من سرعات الايه الخروج. هنكمل. يعني لو تخيلت دلوقتي ان الدرايفر بتاعي عليه ترسين جي 1 وجي 3 هيتعشق معاهم ترسين جي 2 وجي 4. يبقى انا دلوقتي عندي ادي الدرايفر والوسطاني ده اللي هو الفوقان الابيض والعمود التحتاني ده اللي هو الانترميديت، ولاحظ الانترميديت عليه ترسين 2 و4 سلايدنج، وبالتالي فيبقى العمود الانترميديت ده ايه سبلاين شافت. الترس 1 والترس 3 فيكسد او كيد على الدرايفر يبقى دول ثابتين. الحاله اللي قدامي دي هتعشق لي الجي جي 1 مع جي 2. لو حركت المجموعه بتاعت الجي 2 جي 4 دي ناحيه الشمال شويه هبص الاقي التعشيق هتفك، الجي 2 هيفك من جي 1 والجي 4 يعشق مع جي 3 فهيديني السرعتين التانيين. وبالتالي لو كان الجي 1 يساوي جي 2 فدول اللي هم هيدوني اول سرعه اللي هي من ان 1 على الدرايفر الى ان 1 على الانترميديت شافت. لما الجي 3 يعشق مع جي 4 هيديني السرعه الثانيه اللي هي ايه ان 4 اهو.
جي واحد جي اتنين هيديني السرعة بتاعت الخط الفوقاني. ليه؟ لان قطر الترس الاولاني واحد والترس اتنين متساويين، وبالتالي هديني هنقل نفس السرعة الى انترميديت شافت او الى العمود الوسيط. بينما جي تلاتة جي اربعة، جي اربعة قطره اكبر من جي تلاتة، يبقى هديني تخفيض في السرعة فهديني ايه السرعة ان اربعة. نكمل بعد كده، هحط كمان على الانترميديت شافت هحط عليه الترس 5 و 6 اللي هم هيكونوا متعشقين مع الترس 5 و 7 اللي متعشقين مع الترس 6 و 8 زي ما احنا شايفين. يبقى العمود التحتاني خالص ده اللي هو الايه الدريفن. هلاحظ ان هون دلوقتي في الحاله دي ان 5 متعشق مع 6 دلوقتي هينقل الحركه الى الدريفن من الانترميديت للدريفن طبقا لنسبة التخفيض بين 5 وبين 6. والعكس صحيح، لو انا حركت المجموعة بتاعت الجي 5 7 على الانترميديت شافت على العمود الوسيط ناحية الشمال هلاقي ان 5 ترس 5 هيفك من الترس 6 والترس 7 هيروح معشق مع الترس 8 هيديني السرعة الاخرى طبقا لنسبة التخفيض جي 7 مع جي 8. الكلام ده لو جينا هون نمثله على التشارت بتاعت السبيد هبص الاقي هتطلع لي بالشكل اللي قدامي ده كده. هلاحظ الانترميديت شافت هياخد سرعتين اللي هما ان 1 وان 4، ان 1 لما يكون جي 1 مع جي 2 متعشقين، وان 4 لما يكون جي 3 مع جي 4 متعشقين. طيب يبقى اذا دلوقتي الان الانترميديت عنده سرعتين، اي سرعه منهم ولتكن ان 1 لما يكون جي 1 متعشق مع جي 2، اي سرعه هيتحرك بيها اللي هو السرعه ان 1 طبقا للتعشيق بين 5 و 6 او 7 و 8 هتتنقل الحركه بسرعه جديده عند الدريفن طبقا لنسب الايه التروس بين 5 و 6 او بين 7 و 8 طبقا للي هو ايه متعشق قدامي. يعني المجموعه اللي قدامي حاليا دي جي 1 متعشق مع جي 2 وجي 5 متعشق مع جي 6، جي 1 متعشق مع جي 2 هيديني سرعه للانترميديت شافت اللي هي السرعه ان 1 على اللوحه اللي عيد اليمين، ولما جي 5 اتعشق مع جي 6، جي 5 اتعشق مع جي 6 هيديني سرعه ان 2 على دريفن شافت. يبقى الحركه اللي قدامي دي هتديني اكبر سرعه للاوتبوت اللي هي السرعه ان 2. لو جي 1 مع جي 2 فكيت التعشئه بتاعتهم وخليت مكانها التعشئه بين 3 و 4، فهبص الاقي في هذه الحاله الانترميديت شافت هيتحرك بالسرعه ان 4 طبقا للخط المايل اللي في المستطيل اللي على ايدي الشمال في التشارت بتاعت السبيدز دي، الخط المايل المكتوب عليه جي 3 جي 4 فهيديني سرعه جي 4. جي 4 دي والترس 5 متعشق مع الترس 6 هيديني السرعه انهي؟ السرعه 5. كده اعتقد دلوقتي ايه اصبحت ايه الصورة واضحة. مثل هذا الجير بوكس بنسميه 2 في 2. ليه 2 في 2؟ لأنه بيديني سرعتين وبعدين السرعتين التانيين دول يتضاعفوا سرعتين تانيين يديني أربع سرعات في الخروج. يبقى ده اسمه 2 في 2 وده يعتبر مالتي ستيج لأنه إيه أكتر من مرحلة عشان أوصل للسرعات اللي أنا إيه أنا عايزها. والله لو يبقى إمتى اسمه سنجل ستيج؟ لو كان مفيش الإنترميديت شافت وفي أربع تروس على العمود الفوقاني وأربع تروس على العمود التحتاني خالص اللي هو الدريفن، وبشرط ان انا اعشق واحد مع اثنين او ثلاثه، يعني في هذه الحاله هيبقى يعني لو انا عايز اخليه سنجل ستيج هيبقى الواحد والثلاثه والخمسه والسبعه، الخمسه والسبعه دي كمان يبقى يطلع يبقى فيكسد مثلا على الدرايفر، وهيبقى الترس الثاني هيبقى عليه ايه الاثنين والاربعه والسته والثمانيه، وهيبقى دول مثلا ممكن يبقوا سلايدنج. ولو اتعشق واحد مع اثنين هيديني سرعه، ثلاثه مع اربعه يديني السرعه الثانيه، خمسه مع سته يديني السرعه الثالثه، سبعه مع ثمانيه يديني السرعه الرابعه، وبالتالي لو كانوا بين عمودين اثنين بس مفيش انترميديت كان هيبقى سنجل ستيج، لكن ده نتيجه ان انا بعمل على مرحلتين ده اسمه تو ستيج، عشان كده ده 2 في 2. في البايلاترال. البايلاترال ديستريبيوشن ده بيكون فيه الانبوت سبيد ميد واي بتوين الاوتبوت سبيدز، يعني ايه؟ يعني قيمه السرعه بتاعت الدخول الانبوت تكون وسيطه بين بين سرعات الخروج، يعني سرعات الخروج في اكبر منها وفي اصغر منها. ادي السبيد تشارت اللي مرسومه دلوقتي على ايدي اليمين من تحت دي، فيها الدرايفر والدريفن وفيها الانترميديت شافت، وبالتالي ده جير بوكس تو ستيج. تو ستيج اتنين مرحله، هيبقى في كام عمود؟ ثلاث اعمده.
وان ستيج هيبقى فيه عمودين. نلاحظ ان النمبر اوف شافت يساوي نمبر اوف ستيج زائد ايه؟ زائد واحد. يعني التشارت دي بتديني ايه؟ بتديني تو ستيج فيها كام عمود؟ ثلاث خطوط رئيسيين، يبقى ثلاث ايه؟ اعمده. الانبوت سبيد بين 3 و 4 اهي، سرعه بين 3 و 4 بين 3 و 4 عن طريق مجموعه من التروس هحطها ترسين هحطهم بين الدرايفر والدريفن هيدوني السرعه 2 والسرعه 5. لاحظ ان السرعه 2 اكبر من السرعه بتاعت الانبوت اللي هي بين 3 و 4، والسرعه الثانيه بتاعت الخروج 5 دي مالها برضو اصغر من سرعه الدخول. يبقى اذا ده باي لاترال جير بوكس. السرعتين دول لازم هيتعدلوا الى سرعات اخرى اهو، ان 2 وان 5 سبيد اوف انترميديت شافت، صح 2 و5 دول السرعات بتاعه الانترميديت شافت بتاعه العمود الايه الوسيط. العمود الوسيط هيديني للدريبل اربع سرعات اللي هم السرعه 1 والسرعه 3 والسرعه 4 والسرعه 6. نلاحظ ان 1 و3 اكبر من الانبوت، 4 و6 اصغر من الانبوت، لكن مش لازم يبقى 2 كده و2 كده، ممكن يبقى 1 بس اكبر والباقي اصغر، او ممكن يبقى 3 اكبر و1 اصغر، مش مهم. المهم ان سرعه الانبوت بين الاوتبوت وبين سرعات الاوتبوت، فبنسميه باي ايه؟ لاترال. النوع الثالث اللي هو السكويد ديستريبيوشن، ده الانبوت سبيد اوف سنترال فروم ذا ميدل بوزيشن. يعني الانبوت سبيد ما هياش في المنتصف بالظبط بين الايه؟ سرعات اللي قدامنا زي ما احنا شايفين قدام دلوقتي كده. يعني مثلا ان 2 ده الانبوت، هبص لها ان 2 هتديني سرعتين، وبعدين السرعتين دول اللي هم ان 3 وان 4 دول بقى عند الانترميديت شافت، وبعد كده السرعتين دول هيدوني اربع سرعات اللي قدامنا دول على الدريفن شافت، وبالتالي الاوتبوت سبيدز هي 1 و2 و5 و6. لاحظ هنا ان سرعه الانبوت ما هيش في المنتصف قوي بين الدرايف بين الاوتبوت، مش بالظبط بين قيمتها مش في النص بين الاوتبوت، سرعه الانبوت مش في المنتصف بين الاوتبوت، وعشان كده سميناها لو سكويد، يعني ملخبط بعض الشيء يعني. دلوقتي عايزين نحدد نشوف ازاي احدد النمبر سيجز بتاعه اي جير بوكس. يعني مثلا لو انا دلوقتي عندي جير بوكس وعايز مطلوب ان انا عايز اعمل جير بوكس مثلا ست سرعات، هل اعمله سنجل ستيج عن طريق عمود انبوت وعمود اوتبوت، ولا اعمله دبل ستيج، ولا اعمله ثري ستيج؟ يعني هل اعمله مرحله ولا مرحلتين ولا مرحله ثلاثه ولا ثلاث مراحل؟ ده اللي المفروض نعرفه. اولا عمليه ترتيب هذه السرعات او تحديد النمبر العدد المراحل اللي انا هشتغل عليها دي بيتبع يعني بيتبع قاعده معينه، وهي ان احنا بنحاول نشوف عدد السرعات اللي احنا عايزين جير بوكس ده يطلعهم لي ونحولها الى عواملها الاوليه. ازاي؟ يعني مثلا لو انا عندي جير بوكس او عايز اعمل جير بوكس ست سرعات، فبالتالي انا هعمله كلاسيفيكيشن بالطريقه التاليه. هقول ان الست دي معناها ايه؟ 3 في 2 في 1، يعني بحددها الى عواملها الاوليه اللي هي 3 في 2 في 1، 3 في 2 ب 6 في 1 ب 6. معنى كده هو ايه؟ معنى كده ان انا لما بيكون 6 او 8 سرعات مثلا 2 في 2 في 2 في 1، يعني معنى كده ان انا اقصى عدد من السرعات في الاستيج الواحد، اقصى عدد من السرعات في الاستيج الواحد هيبقوا 3 سرعات، يعني ما ينفعش 4 لان 4 هعملهم على 2 ستيجز 2 في 2. يبقى اذا اكبر عدد، طبعا احنا هنا بنتكلم على التصميمات العاديه، اكبر عدد من الجير ترين او البير اوف جيرز في الجير ترين هو ايه؟ طبقا اللي احنا بنقول دلوقتي هو 3 ايه؟ 3
بيرس. يعني ايه؟ يعني انا اقصى حاجه ممكن اعملها ممكن اعمل مجموعه تروس كل واحده مكونه من ثلاثه، دول لما يتحشى اي اتنين منهم بين عمودين هيديني سرعه معينه، بس اقصى عدد العدد البير او الازواج التروس هو هيبقى كام؟ ثلاثه. لان انا طبعا لو كان اربعه هيبقى اتنين في اتنين، طبقا للقاعده اللي احنا بنقول عليها ان احنا بنحلل السرعه ايه العواملها الايه الاوليه، سواء كان سته او ثمانيه زي ما احنا شايفين. وبالتالي لو انا عندي تحليل زي ده ممكن منه بنقدر نحدد مجموعه حاجات، نقدر نحدد منه النمبر اوف شافتس. يعني مثلا لما ابص لفوق كده انا عندي 6 3 في 2 في 1 كام ترم في بعض؟ ده لما بينتهي بواحد كام ترم في بعض؟ 3 ترم. يبقى دول عدد الشافتس، يبقى في هيبقى عندي العمود بتاعي على 3 شافت. طبعا طالما ان هم 3 شافت هيبقى بين في ال 3 شافت دول في كام جير ترين؟ هنشوفهم هم 2 1 2 اللي هم جير ترين الاولاني فيه 3 تروس مع 3 والجير ترين الثاني 2 مع 2. والنمبر اوف بيرنجز طبعا ممكن برضه احددها، دي ثالث حاجه ممكن احددها. ليه؟ لان النمبر اوف بيرنجز هيساوي النمبر اوف شافتس مضروب في 2، لان اي شافت هيبقى عليه عمودين عليه كرسيين، كرسي من الحرف ده وكرسي من الحرف ده. وبالتالي فلو 6 اللي هي 3 في 2 في 1 يبقى معايا كده 3 شافتس، الثلاث اعمده دول اللي هم شافتين هيبقى بينهم الثلاث تروس الاولين، وبعدين الشافت نمره 2 مع الشافت نمره 3 هيبقى بينهم ترسين اللي هو اللي بتاعت الاثنين اللي هو الحد الثاني في التحليل بتاعنا. والنمبر اوف سيجز برضه كده معناه كده هم ايه؟ مرحلتين. يعني بالنسبه لطبقنا هذا الكلام على الثمانيه يبقى عندي النمبر اوف شافتس بالنسبه للثمانيه هم كام؟ هم اربع شافتس، لان انا عندي اثنين في واثنين في اثنين في اثنين في واحد، يبقى اربع حدود يبقى اربع شافت، وبالتالي تحتيها على طول نمبر اوف بيرنجز ثمان ايه؟ ثمانيه. النمبر اوف جير ترينز هيبقى كام؟ في ثلاثة جير ترينز اللي هم أول جير ترين بين العمود الأول والثاني، الثاني بين الثاني والثالث، الثالث بين الثالث والرابع. كل جير من دول فيه إيه؟ كل جير ترين من دول فيه إيه؟ زوج من التروس. والنمبر أوف سيجز هنا كام؟ ثلاثة طبعًا، لأن هم بتاعت الثلاث حدود الإيه؟ الأولانية. يعني دلوقتي مثلًا بهذه الطريقة فور إكزامبل الستة والثمانية والاثناشر سبيد موتور، لو احنا دلوقتي جير بوكس اول حاجة لو ستة فتحليلها بيبقى ثلاثة في اتنين في واحد، يعني نمبر اوف جير ترينز كام؟ اتنين اللي هما بتاع الثلاثة والاثنين دول الجير ترينز، جير ترين الاولاني فيه ثلاثة والجير ترين الثاني فيه اتنين. يعني وبالتالي لو كان نمبر اوف السبيد اناليسيس كان كي، يعني الثلاثة والاثنين واحد، يبقى كي يعني عندنا الثلاثة، هيبقى اذا النمبر اوف جير ترينز كي ناقص واحد هما اتنين. النمبر اوف ستيجز كم مرحله اللي هم بتاع 3 و2 دي كان برضه ناقص 1. النمبر اوف كي اوف ستيجز بيساوي النمبر اوف ترينز، لان كل ترين مع بعض بيديني ستيج او مرحله. النمبر اوف شافتس هيديني برضه 3، لان انا عندي مرحلتين بثلاث ايه؟ اعمده. والنمبر اوف بيرنجز 2 كي، لان كل مرحله عندي كل شافت عندي ب 2 بيرنج. طيب دلوقتي لو ايه؟ لو عدد السرعات اللي انا عايزه من الجير بوكس 8 هيبقى 2 في 2 في 2، حللها الى 2 في 2 ب 4، 2 في 4 8، 8 في 1 ب 8، يبقى اذا ايه؟ اربع حدود، يبقى كي بتاعتي ب 4. النمبر اوف جير ترينز هيبقوا 3. النمبر اوف ستيجز عدد المراحل 3 طبعا. النمبر اوف شافتس هيبقى 8، لان 3 مراحل ب 4 اعمده على طول كل عام. يبقى اذا 4 شافتس، والنمبر اوف بيرنجز ب 8 لان كل اربع عمده ب 8 ايه؟ طب ال 12 لو شفنا بس عايز جير بوكس يديني 12 سرعه، 12 سرعه معناها تحليل بتاعها 3 في 2 في 1 في 3 في 2 في 2 في 1، يبقى كام مرحله هنا؟ النمبر اوف جير ترينز او عدد جير ترينز بتاعي 3، اللي هي اول جير ترين فيه 3 ثلاث ازواج، والثاني فيه زوجين، والثالث فيه زوجين. والنمبر اوف ستيجز كم مرحله؟ 3 مراحل. النمبر اوف شافتس 4 شافتس. نمبر اوف بيرنجز هيبقى كام؟ 8 بيرنج. بكده احنا عرفنا تقريبا كيفيه التفكير في ان انا احلل الايه السرعات بتاعتي. عايزين نشوف ديزاين، لو انا عايز اعمل جير بوكس 6 سرعات، فاول حاجه هعمل عمليه تحليل للنمبر اوف سبيدز المطلوبه اللي هي 6 اللي هي 3 في 2 في ايه؟ في 1. ومن كده بلاحظ دلوقتي النمبر اوف شوتس هيبقوا كام؟ 3 اللي هو اللي احنا شايفينهم قدامي دول، لان بين المرحله الاولى
كل مرحله عدد المراحل زائد 2، هنا عندي مرحلتين طبعا. و النمبر اوف جير ترينز هيبقى فيه 2 جير ترين، اللي هم بتوع الجير ترين الاولاني فيه 3 تروس مع 3 تروس، والجير ترين الثاني فيه ترسين مع ترسين، اللي هو النمبر اللي هو النمبر اوف ستيجز يعني. وبالتالي هيبقى النمبر اوف بيرس اوف جيرز في الجير ترين الاولاني هم 3، و النمبر اوف بير اوف جيرز في الثاني هم كام؟ 2. يعني اول جير ترين هيبقى فيه 3 اللي بين العمود الاول والثاني، يبقى في 3 سرعات هتنقل بين الاول والثاني، وبعد 3 سرعات اللي هيجوا على الثاني هيتضاعفوا، كل سرعه منهم هتضاعف مرتين بين الثاني بين العمود الثاني والثالث، تديني على العمود الثالث اللي هو الاوت بوت هتديني ايه؟ 6 سرعات بتوعي. يعني مثلا هنعمل سبيد دياجرام لهذا الكلام بالشكل دون اهون اهو. لو بص مثلا قدام الجير بوكس اللي واضح قدامي دون، في عندي 3 اعمدة، عمود رأسي عمود اللي فوق والوسطاني والتحتاني. لو اعتبرنا اللي فوق هو الانبوت، فهيبقى الاخرين اللي تحت خلاص هو الاوتبوت، وبالتالي هلاقي بين العمود بين 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 هنتعرض بالتفصيل الى دلوقتي الى الجير بوكس. هو في الاصل لو نشوف الكونتينتس بتاعته او المحتوى بتاعته، فهو كونتينر من الكاست ايرن، يعني بيبقى حيز او صندوق من الكاست ايرن، ده اللي هو اللي احنا بنسميه الفرغه، اللي بيبقى فيه متحمل فيه الاعمده وفيها التروس. هذا الكونتينر بيبقى من الكاست ايرن او من الكاست ستيل او من مايلد ستيل، ممكن بيتعمل بالسباكة، ممكن بيتعمل برضو باللحام او الفورجينج، وبيحتوي من جواه زي ما قلنا الاعمدة والجير ترينز او مجموعات التروس، اللي هي بتستخدم هذه المجموعات ككونفرتر كمحول عشان يحول لي السبيد وتورك السبيد والتورك الى سبيد وتورك اخرى. يعني بيبقى داخل له انبوت سبيد وتورك وبيخرج سبيد وتورك اخرى، بشرط ان حصل ضرب الاثنين ثابت. ليه؟ لان الباور بتاعتنا ثابته في الجير بوكس، يعني الانبوت باور هي تساوي الاوت بوت باور، طبعا نيجلكتنج الايه الفريكشن اللي بيحصل بين التروس. في الديزاين في شويه حاجات بناخدها في الاعتبار. اول حاجه جيرز كان بي ايزلي ريموفد اور ريبليسد، يعني احنا بنصمم الجير بوكس لازم نبقى حاطين في اعتبارنا ان في سهوله في عملية فك التروس، وعشان تغييرها عشان في عمليات الايه الصيانة، او لو حصل ايه عطل في الجير بوكس. تاني حاجة لابد ان احنا نضمن ان يكون في نظام تزييد يسمح بان التروس دي تزيد، طبعا مش التروس بس، التروس والكراسي لابد يكون في نظام تزييد، نضمن نظام تزييد يزيد ايه التروس. طبعا في بعض الجير بوكسات بيبقى زي مثلا في المخرطه بيبقى الجير بوكس بتاع الزيت بتاعنا موجود في قاع الكيسنج او في الكونتينر يعني، وبالتالي بيتم عن طريق التروس وهي بتتحرك بالطرطشه بيتم عمليه الايه التزييد. في البعض الاخر بيبقى فيه نظام تزييد اللي هو ايه لوبريكيشن سيستم، بيبقى فيه بامب وفيه مجموعه من المواسير والفلاتر. وبالتالي لابد ان الجير بوكس يكون فيه فتحات لعمليه الفيلنج بالاويل، لعمليه ملو الاويل، و ملاحظه الليفل بتاعه او المستوى بتاعه. يعني لازم يبقى احنا الجير بوكس واحنا بنعمله يكون فيه فتحات طبعا لملء الزيت، طبعا فتحه للتفريغ عشان عمليه الصيانه وتغيير الزيت اللي هو الاويل تشينج، ويكون في كمان مقياس للزيت نقدر نعرف منه
مستوى الزيت في الجير بوكس، بشرط ان هو لو حصل نتيجة لأي سبب حصل فيه نقص في الزيت لابد ان يكون ايه نقدر نعرفه عشان نعمل عملية الايه الاحلال، او نعرف اذا كان فيه ليكج بيحصل من مكان او اخر نقدر ايه نسيطر عليه. كمان جير بوكس لو كان حجمه كبير زي في الجير بوكسات بتاعت معدات النقل التقيلة، بيبقى جير بوكس وزنه كبير لابد يكون فيه هوكس او ليفتنج هاندل. الهوكس دي عشان اقدر بيها احطها في وينش واقدر ارفع الجير بوكس او ارفع الغطاء بتاعه او ارفع العمليه بتاعته لما تكون احجامها كبيره وغير قادر او مش من الممكن ان احنا ايه نشيلها بالايد او نرفع الجير بوكس كله بايدينا، فلازم يكون في اماكن تعليق عشان نرفعه بالكرينز او بالاوناش. بالاضافه لكده في بعض الكومبوننتس بتبقى اساسيه موجوده في الجير بوكس، اللي هو او في فانكشن اخرى موجوده بيقوم بيها الاجزاء دي، يعني مثلا الهاوزنج او الكيسنج بتاعي ده بيكون فيه اماكن بتاع السبورت بتاع البيرنج، بالاضافه لان وظيفته الاساسيه اللي هو الهولدنج او ان هو بيحتفظ لي باللوبريكانت موجود جوه عشان نمنع اي وجود ديرت او تراب او رست يوصل للايه للزيت، بالاضافه لان الهاوسنج ده بيبقى فيه الايه ليفل انديكيتور والانسبكشن هولز اللي هي فتحات للمرق اللي عشان نشوف الزيت منها ونشوف مقياس الزيت فيها. الجير بوكس طبعا بيبقى فيه الاعمده اللي هي شايله التروس، والاعمده دي متثبته في الكراسي. وبالاضافه لكده كمان لابد ان يكون في مسافات تسمح لي بان التروس تقوم بحركتها وانها تبقى في مكانها، يعني نضمن مجموعه حاجات في عمليه الماونتنج في عمليه التثبيت. اول حاجه ان التروس الثابته تكون في مكانها ما تتغيرش، المشوار بتاع التروس المتحركه اللي هي الموفابل لابد ان احنا واحنا بنصمم نحافظ على ان هذه التروس تقدر تتحرك المشوار بتاعها دون ان يحصل اعاقه من ايه مجموعات تروس اخرى. وفي كل الاحوال احنا بنحاول برضو نعمل عمليه سايز اوبتمايزيشن، يعني بنعمل عمليه بنخلي الحجم هو الحجم الامثل، يعني مش لازم الاعمده بتاعتي تبقى في مستوى راس مثلا فوق بعضها او تحت بعضها، ممكن بنعملها شيفت بشرط ان انا اضمن ان او بشرط ان انا اصل الى حد هدف معين عندي وهو عمليه ايه السايز اوبتمايزيشن، ان هو اخلي الحجم بتاعي اقل ما يمكن. البيزس او الاساسيات بتاع الجير بوكس ديزاين، الديزاين بتاع الجير بوكس بيعتمد على في مجموعه بارامتر اللي هي على اساسها بنعمل عمليه التصميم. طبعا التصميم اساسا بيتم بيزد على او على اساس الايه السترينث بتاع التروس وبتاع الاعمده وبتاع البيرنجز. حضرتك بتتكلم دلوقتي بالنسبه للتروس، طبعا الاعمده احنا عرفنا تصميم الاعمده، الكراسي عرفنا ازاي عمليه السليكشن بتاع الكراسي وعمليه الماونتنج بتاع كل واحد من دول. احنا دلوقتي بنتكلم على التروس، بالنسبه للتروس فانا عشان اصممها بصممها اول حاجه ايه البارامترز اللي بتلعب لي دور في تصميم الترس. اول حاجه الباور ترانسميتد، يعني ايه قيمه الباور، بالتاكيد ترس هيدقل لي 40 حصان غير او مجموعه تروس تنقل لي 40 حصان باور، قيمتها 40 حصان عند سرعه مثلا 2000 غير مجموعه تروس اخرى هتنقل لي باور 20 حصان عند 2000 ار بي ام، وبالتالي برضو ترس هينقل لي 20 حصان عند 2000 ار بي ام غير تروس اخرى هتنقل لي 20 هورس باور عند 500 ار بي ام. يعني اذا الباور ده بيلعب لي دور كبير، ومش الباور لوحده، معاه الجير ريشيو بتاعتي اللي انا عايزها، انا عايز اخفض السرعات بتاعتي او ارفع التورك بتاعي او اخفض التورك بتاعي حسب الغرض من الجير بوكس بنسبه قد ايه، وبالتالي فالجير ريشيو برضو دي من الحاجات الاساسيه اللي بتلعب لي دور في عمليه التصميم.
الحاجة التالتة الاكسس بوزيشن، يعني وضع الاكسس بالنسبة لبعضها، لان دي بتأثر لي في قيمة او في اتجاه القوة الناتجة عن التروس عند تعشيقها مع بعض. ولازم اضمن يكون في عندي افيلابل سبيس موجود عندي زي ما قلنا قبل كده، عشان يسمح لي بالحركة بتاعت التروس المتحركة ان هي تقوم بالغرض بتاعها. يعني برضه نرجع نقول ان ايه، ان 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 تصميم التروس بيتم بيزد على الاسترنس بتاعها، والاسترنس انا عندي الفاكتور الاساسي اللي فيها بيبقى الباور مع الار بي ام، يعني التورك والار بي ام المنقوله. طبعا بالاضافه لكده هيخش بقى الفاكتور الثاني اللي هو ايه، اللي هو الماتيريال بتاع الترس والشيب بتاعها او السايز بتاعها. النقطه الخامسه، فور لو ريدكشن ريشيو، بالنسبه لعمليات الريدكشن ريشيو بمعدلات او بنسب تخفيض مختلفه، فاحنا ممكن نستخدم السنجل ستيج جير بوكس. يعني لو كان عندي نسبه تخفيض صغيره، انا عايز اخفض مثلا 1 ل 2 1 3 1 ل 4، ممكن استخدم جير ترين واحد بشرط يبقى في انبوت وفي اوتبوت يخرج لي على طول. وفي هذه الحاله بستخدم التروس اما السبير جير او الهيليكال جيرز. وبالنسبه للسبير جير والهيليكال جيرز طبعا معروف ان الاثنين ليهم نفس او ليهم نفس الفانكشن، ليهم نفس الغرض، مع اختلاف واحد ان السبير جير مقدرته لنفس السايز، السبير جير نفس عرض الترس، السبير جير مقدرته على نقل الباور بتبقى اقل شويه من الهيليكال جير، لان الهيليكال جير الطول بتاعها لنفس عرض الترس، طول السنه بالنسبه لعرض الترس بيكون اكبر شويه نتيجه انه بيبقى على زاويه في زاويه الهيليكس. ولكن على وجه العموم السبير جير والهيليكال جير ممكن استخدمهم في النقل بين اعمده متوازيه، ولو كانت نسبه ريدكشن صغيره بستخدم سنجل بستخدم